فرحانة آه لا 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 زعلانة لا 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 فرح. شو بك يا حياتي عم تبكي؟ كنت أدمي. شو؟ ما تقولي لي بطل بدها تسافر. لا شو لا بدها تسافر أو لا طمنيني بالي. بدها تسافر. ريحتيني روحتيني نص عمري. فادي. نعم فادي. نعم بركي ومسافرة وقعت فيها الطيارة. لا طمني بالك ما رح توقع فيها الطيارة. شو عرفك؟ لأنه ما بيخرب بيته بإيده. فادي يعني أنت بتقول الله بيخلي لنا إياها؟ أكيد. شو عرفك؟ لأنه الله بحب يجرب محبينه. ليك فادي صار لك ساعة بتتمسخر على أمي وهي بكرة مسافرة شهر. بس فادي حياتي مش هي رح عند أختها على أستراليا؟ تحرص تروح من هون على أستراليا وتقعد شهر بس تقعد لها شي 6 7 9 سنين. فادي ليك بكرة بدك تروح معنا على المطار لحتى نودعها. أكيد أول واحد بدي روح ودعها، بدي أشوفها بعيوني طالعة بالطيارة. بدنا نشتاق لها كتير. أنا رح أحكي على التليفون. دخلك حياتي؟ نعم. أمك غير أختها اللي ساكنة بأستراليا، ما عندها شي أخت بالقطب الجنوبي؟ الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة فرحة حمتي بدها تفل الله لا يردها. ايه يلا جاي جاي. اهلا اهلا بالجارة رحيت لك هريك. بليز مسيو فادي انا جاي احكي معك مش مع مدامتك. معي انا خير في شيء؟ مثل ما بتعرف مسيو فادي انه انا وجوزي عنا سيارتين. واختي ليلي ساكنه معي كمان عندها سياره. الله يزيدكم. ومثل ما بتعرف انه نحن ساكنين بالبنايه من 5 سنين. يعني قبل ما حضرتكم تشرفوا على البنايه ب4 سنين ونص. بس ومثل ما بتعرف انه نحن لما جينا على البنايه اتفقنا مع المعلم مخول انه ناخذ موقفين. موقف صف فيه انا وجوزي. والموقف الثاني تصف اختي سيارتها. ايه نعم بس انا ومثل ما بتعرف انه حضرتكم لما شرفتوا على البنايه اتفقتوا مع المعلم مخول على موقف واحد تصف فيه حضرتك سيارتك وراها سياره مدامتك. عم بحكي شيء غلط مسيو فادي؟ ابدا كل اللي قلتيه مزبوط، بس شو المطلوب مني؟ ما عم بفهم. المطلوب منك انه تقلها لمدامتك ما بقى تصف سيارتها محل سياره اختي. ايه هلا مرتي عم بتصف محل اختك؟ الا جمعه عم تعمل هيك، جربت اختي تحكي معها، بتعرف شو جوابتها؟ شو جوابتها؟ جوابتها روحوا تشك. إيه؟ لا انا مرتي ما بتحكي ابدا، ما بتجاوب حدا. هي مرتي ايدها والله شي دغري. ايه ولا عملت مسيو فادي؟ لا اكيد في شي مش مزبوط بالموضوع لانه مرتي ما بتحكي حدا بلا سبب. فاذا اذا بتريد مسيو فادي عرف لي السبب، لانه انا جايه وحابه اعرف اكثر من حضرتك شو اللي خاطر ببالها هالفتره تتعمل مشاكل. هلا بسألها خلص. بس قبل يا ريت بتنزل بتشلي سيارتها لانه اختي جايه تصف. اختك ايه معي يلا تفضلي معي المفتاح. لانه مثل ما بتعرف مسيو فادي انه جوزي عنده سنتور نوار. ايه انا عندي سنتور نوار اخذته ب 95 دولار. بس هو اخده ب7 سنين كاراتيه.